خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو لميا حمدين ونعرف منها احوال الطرق والشوارع في القاهره الكبرى والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك بسان. صباح الخير عليك شاذلي. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا مع بعض قبل ما تنزلوا على اشغالكم ومدارسكم وجامعاتكم نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية واللي بتشهد كثافات نسبية إنما بسيطة. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة على حركة المرور. هنكمل ونروح لكوبري الجلاء وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة لكن هتبتدي تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي كثافات مرورية وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري أبو وفية وهناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير واحنا نازلين من الكوبري أثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الويلي. وعلى سكة الويلي في كثافات مرورية كبيرة بتزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة. وبعد نزلة الكوبري الكثافات بتبتدي تقل بشكل تدريجي لحد ما تختفي تماما. ونروح لحي باب الشعرية ونبدأ من ميدان الحي اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية وهناخد طريق الجيش ونكمل وندخل لشارع البنهاوي واللي في أوله بتظهر كثافات نسبية إنما بسيطة وهنفضل مكملين لحد آخر الشارع علشان نوصل لشارع الدراسة. هناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد آخر الشارع. نستكمل جولتنا ونروح لشوارع الجيزة. الطريق الدائري بالتحديد اللي قادم من أكتوبر تم إغلاقه كليا بمنطقة القوس الغربي المريوطية مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي للي قادم من اسكندرية وفي اتجاهه لميدان الرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، وبيتم تحويل حركة المرور للطريق الدائري للي قادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن ومنه على طول لطريق اسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي. كل دي طرق بديلة عن الطريق الدائري القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق اسكندرية الصحراوي. كمان بيتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعا التحويلات دي عملت كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر. وناخد بالنا كمان من غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. كمان الإدارة العامة للمرور الجيزة أجرت مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات دي، وده طبعا ما أثر على شارع جامعة الدول العربية ومسببة بعض الكثافات. أما المحور المتجه لأكتوبر فيها سيولة مرورية كبيرة. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كمان كثافات مرورية وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كل ده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق والزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها مسبقاً. كمان ظهرت كثافات في منطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين لحد الطلبية، والكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتبدأ تزيد في اتجاهنا لجامعة القاهرة. وكمان هناخد بالنا أن الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للي قادم من مناطق شبرا منط بطريق المريوطية والمؤدي إلى الطريق الدائري القوس الشرقي اتجاه مناطق المنيب عملت غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في المنطقة المشار إليها على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الـ 24 ساعة لحد نهاية الأعمال دي. كمان هنروح لمحافظة أسيوط واللي فيها نبدأ جولتنا من قدام مستشفى الجامعة واللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما هنوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد آخر شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية في طريق أسيوط الغربي فيها سيولة مرورية كبيرة، وكمان طريق المنيا أسيوط بيشهد سيولة مرورية.
نكمل جولتنا ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد في ميدان أحمد جويلي. هناك بتظهر كثافات مرورية إنما غير مؤثرة بالمرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد كمان سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد كمان طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبتدي تظهر كثافات مرورية متحركة وبتبدأ تقل مرة تانية وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق إسماعيلية الزراعي. وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك كثافات مرورية إنما متحركة. دي كانت جولتنا المرورية النهاردة في عدد من المحافظات المصرية. ناخد بالنا بس من التعليمات المرورية خصوصا ان في شبورة بتكون بالليل متأخر ومكملة لحد الصبح بدري علشان توصلوا بيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لباسانت وشازلي نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا شكرا لك.